اجتماع باللاعبين وتو اجتماع هيئة مديرة فحوى الاجتماعات. خلطت على نسي لطفي عبد الناظر في الحمامات واجتمعنا مع الملاعبين وتكلمنا معهم ويعني طمناهم لأن هذه اللي صار في النادي الذي سواقسي في الأسابيع الأخرى يعني هي عادي لأن تم ثلاث جوارات مشاهو طوى يلزمنا نطلعوا ما نقعدوش في الكرة هذا اللي هنا ونطلعوا بالسياسة بالسياسة ولهذا أنا متيقن اللي يكونوا المستقبل النادي الذي سواقسي يعني حيكون زهر وإن شاء الله في الرقاط اللي ماشي تصير في الجزائر بقدرة الله إن شاء الله يرجعونا بنتائج باهية. سي موسف تعودنا من اللجنة العليا للدعم يعني نادي صفاقسي على رئاستها أنت يعني ديما بالدعم المادي للسي اس اس يعني سيرتو في بيريود صعيبة كيما هي هو بخلاف الدعم المادي ثم دعم زاد أدبي اللي يكون وكيف ثم خلافات تصير وما خلافات جزئية أنا حسب اعتقادي يعني في النادي نادي صفاقسي المأمورية متاعي اليوم كانت باش نقرب وجهات النظر هما وجهات النظر هما ماشي يعني جوهريين فهمت إنما الخلافات هي خلافات بسيطة ولهذا يلزمنا نتجاوزوها وثم يعني مستقبل اللي يلزمنا نشوفه القدام ما نقعدوش دائما وابدا نتكلموا انت عملت وانا عملت وانت كذا وانت كذا وانت كذا انا حسب اعتقادي يعني لطوندام منصف خماخم ولطفي عبد الله ماشي يمشي احسن من اللي كان يمشي فيه قبل. سي مهذب شواشي ناطق رسمي باسم النادي الرياضي الصفاقسي فحوى الاجتماع نتاع اليوم سورتو بعد الاحداث الاخيره في النادي الرياضي الصفاقسي. هو اجتماع دوري بطبيعته عقدنا عديد الاجتماعات لكن ممكن الظرف هذا كان ظرف خاص اللي يعني بالمناسبة كان مع الموعد الدوري الاجتماع كان مهم خاطر حضروا في جميع مكونات النادي من ممثل من هيئة الأحباء ومن هيكل السوسيوس ومن اللجنة العليا للدعم بحضور سي منصف السلامي والرئيس ونائب الرئيس كانت مصارحة كبيرة كان تقييم موضوعي كانت رحابة صدر من جميع الحاضرين قيمنا في الوضعية المالية للفريق الوضعية الفنية الرهانات وين احنا موجودين تويكا المفيد ان خرجنا بكلمة واحدة وهي لازم نقولوها اللي جميع الخيان ملتفين بهيئة المديرة وبهيكل نادي الكوليكا وقاعد تنقية الأجواء قرار بالالتفاف حول جميع الفروع خاصة فريق كرة القدم اللي في عندنا مدرب جديد يلزم يلقى ظروف مناسبة للعمل عندنا لاعبين ما لقاوش الفرصة انهم يقدموا ما لهم من مردود ان شاء الله مش يلقاوه عندنا مقابلة هامة مع العلمة في الشامبيونز ليج يلزم نمشيو لها واحنا متحدين الناس الكوليكا مع بعضنا والحقيقة هذا هو اللي كان ملخص المداخلة نتاعنا اليوم والحوار الدائر بين جميع الأطراف.